مسيرة طويلة قضتها الثائرة فائزة عبد الغفور عبد الرحمن بين صفوف شباب تشرين قبل أن تكتب السطر الأخير من حياتها في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة، متأثرة بالإصابة التي طالتها إثر الهجوم الذي وقع مؤخرا في ساحة التحرير، تاركة حرقة في قلوب أبنائها ومحبيها. هي من 2019 شهر العاشر يوم واحد هي موجودة هناك، والطالب حقوق الشباب، طالب بوطن، طالب بعيشة كريمة للشعب العراقي كله. لحد آخر لحظة بحياتها هي كانت طالب حقوق الشباب، توظيف الشباب، طالب بوطن. لحد آخر لحظة بحياتها هي كانت هاي مطالبها وهاي إرادتها. هاي المصيبة لداعي بحقه ينكتل ينضرب. الله أكبر. مرت مرور مال تشرين مال ثورة الشباب، يقتلون مره يشمروها قاعده بالبيكم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. استوى ان شاء الله يتلقاها بعمره وبعافيته وبرزخه وبيته. وبقيت الناشطه التي تسكن منطقه الوزيريه ببغداد تصارع الام الحروق التي اصابتها حتى توفيت بعد يومين من الهجوم الذي طالها وعددا من الشباب، لتكون محطتها الأخيرة هي الالتحاق بركب شهداء الثورة. وبينما ترفض السلطات الأمنية كشف حيثيات ما حصل، يتهم ناشطو تشرين من أسموهم مندسي الأحزاب بالوقوف وراء الهجوم. حادثة من إحنا ردنا ننسحب قبل الانسحاب، رادوا يسوون بلبلة بالساحة وهم مندسي الأحزاب، قبل الانسحاب هم شمروا علينا بطاله مي، وبعدها اجانا المولوتوف، وبسبب هذا احترقوا ستة اثنين نساء واربع شباب. طالبنا عمليات بغداد بكشف عن متورطين بهذه الجريمه ادى الى قتل امراه وحرق عديد من المتظاهرين، لكن القوات الامنيه وعمليات بغداد متستره على هذه الجريمه وتقبل تطالب ورافضه ان تقدم اي شيء حتى استجابه. انه حاولنا رفع دعاوي ما جايه تستجيب لنا. اذا احنا اليوم كثوار ساحه التحرير وابناء الشعب العراقي ما جايه تستجيب لنا القوات الامنيه وتسمع لنا وتكشف على هذه الجريمه المتورطين بها عناصر من قبل الاحزاب، زين احنا ان نشتكي. فائزة المعروفة بأم وفاء سبق لها وأن زفت ولدها أمير شهيدا قبل ذلك لتلتحق به اليوم بعد أن ظلت تحث الشباب الثائرة من خلال هتافاتها المتواصلة في مقدمة الصفوف. لم تكن مطالبها سوى البحث عن وطن آمن وعادل، لكنها ذهبت إلى مثواها الأخير مخلفة وراءها سخطا شعبيا متراكما على الطغمة الفاسدة يوشك أن ينفجر من جديد في أي لحظة.